اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحه جيده. نتمنى ان شاء الله تكونوا ملي كنشوفوا هذا الشيء راه صعيب على اننا نشوفوا هذه المنطقه هذه واللي تعتبر من ارقى احياء مدينه الدار البيضاء تحولات المجبله، تحولات لواحد المكان اللي كتنبعث منه الروائح الكريهه برغم انها في ارقى احياء مدينه الدار البيضاء. شوفوا الحاله كيفاش دايره والساكنه تستنجد وكتقول انه صافي هنا استحالت العيشه، لانه ملي كنشوفوا هاد الروائح وهاد الاجبال متناثره في كل مكان فراه صعيب هذا الشيء. فصلت بين الساكنه لانه فعلا زاد الامر على الحد ديالو، صافي ما بقاش كاين الصبر، ما بقاش كاين خاص حل لان حشومه لان نكون بقلب في مدينه الدار البيضاء ونكونوا في منطقه اللي راقيه ولقاو فهادشي. بغض النظر على حنا منطقه راقيه ما راقيش، هذا نقاش اخر، حنا كنهضروا على هادشي ما خصوش يكون في مدينتنا، ما خصوش يكون في العاصمه الاقتصاديه، ما خصوش يكون في مدينه الدار البيضاء. والساكنه اتصلت بنا لانه فعلا فات واحد المواطن غيور هنا على المنطقه تاكد على انه ما بقاش الصبر، لانه فعلا الريحه طالعه بزاف هاد الشيء، غير باقا ما بداش ديك الحراره، هي الشمس بدات كطلع ومازال داك الشيء كيتزاد. الله يلا عذبونا وحق الله، شوف وعدنا الله وعلم، والله ما عرف قسما بالله، ما تبينليش اخويا على الله يحفظك. واخا فعلا هاد الشيء صعيب وطلع. انا عافيه والناس ساكنين هنايا والله الا تعذبنا وحق الله. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام مواطنين المغاربه كياكدوا على انه ما بقاش قادرين يصبروا لهذه الرائحه الكريهه. ميلود خويا تحياتي لك، صباحك مبروك، صباح الخير وتيسير اخويا ميلود، نتمنى ان شاء الله تكون على خير وبخير. فين انا كنتواجد هنا؟ عفاك هذا الحي بالضبط فين؟ غاندي اخويا غاندي. فانا كنتواجد في منطقه غاندي، كيفاش هذه المساحه كامله غادي تحول المطرح للنفايات وبقايا البناء لانه فعلا صعيب. انا اللي جاي للسفل، حشومه فعلا. هاد الروائح هادو هي روائح كريهه اللي صافي استحالت العيشة معها. فعلا ملي كنشوفوا هاد الروائح بهاد الطريقه هادي في قلب مدينه الدار البيضاء بحد ارقى الاحياء، راه هذه وصمة عار في هذه المنطقة، لأنه الأزبال هنايا كثيرة ما بين مخلفات ديال البناء، ما بين القارورات ديال الخمر، ها هما كاين فاغتيغ، البقايا ديال الأشجار، فباقي مخلفات البناء، الأزبال، فحشومة دايرة كارثة بيئية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذا الشيء صعيب وصعيب بزاف. نتمناو على أنه نلقاو حلول لهذا المعضله هذه، لانه فعلا الساكنه صافي كتقول لانه ما بقيناش قادرين نصبروا، وفعلا يمكن لك تصبر لانه الرائحه بدات بزاف. حنا سي ما بغيناش ندوروا عندكم بس ما تشوفوش لانه ما بقاش بغى يبان مين قدروا مالك هاي. حشومة أن هذه المنطقة هذه يكون فيها أشياء بحال من هذا القبيل. شنو على أن الرسالة ديال هاد الناس وصوتهم يوصل للمسؤولين، لأنه فعلا هنايا كاينة معضلة وكاينة كارثة بيئية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. شوف مخلفات، كنحاول نضرب لكم غير دورة خفيفة، فعلا داك الشيء كبير وكبير بزاف وخطير لأنه تقبلوا العقل. خاصة لأن حنا كنتواجدو في قلب مدينة الدار البيضاء، واحد أرقى هاد الأحياء هاد. مشاهدينا الكرام حتى هنايا ما بقالي غير نقول لكم، ولكن نتفاعل شوية معاكم وتغذيتكم. سامياك يقول سي سينونيت أفواغ سي دوماج كاغ إلي دي بو زوندغوا شيغ نو. خالد كيقول أجي لرياض الولفة وشوف، فعلا ها هو ناس آخرين كيبلغوا بمنطقة رياض الولفة حتى هي على ما أظن فيها هاد المشكل هذا. نتمنى على انه رساله الناس وهذه المناظر
اللي ولناكم توصل المسؤولين ولقاو حلول نافعه لهذه المعضله هذه. مثلا كرام، تلقاو في الخير، الى اللقاء.